مشاهدينا ننتقل إلى نيويورك مباشرة، معنا من هناك موفدنا عايد عوامر. عايد مرحبا بك معنا. مساء الخير كيمي. نعم، بداية لو تنقل لنا الأجواء لديك. يعني من المقرر بعد ساعة من الآن أن تفتتح الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72، وبحسب بروتوكول الجمعية العامة فسوف يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أولا هذه الجلسة، وبعد ذلك رئيس الجمعية العامة، ومن ثم الرئيس البرازيلي. ثمة عديد من الكلمات ستلقى اليوم في اليوم الأول لهذه الدورة، أبرزها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حسب المحللين والمتابعين يقولون أنه سوف يستبعد الحديث عن القضية الفلسطينية، وسوف يركز حديثه عن ما يزعم أنه خطرا إيرانيا على إسرائيل. هذا على صعيد الجمعية العامة. أما على صعيد نشاطات السيد الرئيس محمود عباس، فقد طلب العديد من زعماء وقيادات العالم لقاء السيد الرئيس. بالأمس شهدنا لقاء جمع الرئيس أبو مازن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض آخر التطورات على الصعيد الفلسطيني في ضوء التفاهمات التي شهدتها القاهرة مؤخرا مع الأطراف الفلسطينية الداخلية. ثمة لقاء آخر عقده السيد الرئيس محمود عباس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيض ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد. اليوم السيد الرئيس يجتمع أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جانب الرئيس اللبناني، كل على حدة بطبيعة الحال، الرئيس اللبناني أيضا ميشيل عون. غدا الرئيس أبو مازن سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن الرؤية الأمريكية التي قيل إنها تتبلور بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بعد ذلك سيلقي السيد الرئيس محمود عباس خطابه الهام والتاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستعرض فيه التطورات الفلسطينية ويضع فيه المجتمع الدولي والعالم عند مسؤولياته في ضوء التصعيد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية ورفض حكومة الاحتلال لحل الدولتين. يرى مراقبون أن الخطاب السيد الرئيس محمود عباس سيشكل نقطة فاصلة في إطار العلاقة مع إسرائيل، بمعنى أن الرئيس أبو مازن ستكون هناك لغة تصعيدية سياسية لافتة لأبعد الحدود أمام الجمعية العامة وأمام الأمم المتحدة لتحميل العالم مسؤولياته ونقل هذا العالم من مراقب ومؤيد لقرارات الشرعية الدولية إلى محاسب لمن يعطل هذه القرارات. نعم، إذا عايد عوامر كنت معنا من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر.